نصلي ونسلم محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. أيها الأحبة الكرام، بلغنا وإياكم في هذا الكتاب المبارك التبيان في آداب حملة القرآن إلى الصفحة 35 في الباب الخامس في آداب حامل القرآن، وفيه فصل. وقبل أن نبدأ، كان هناك وقفة مرت معنا بينما الشيخ عبد العزيز يقرأ، استوقفته في موضع كنت أظن فيه الإضافة، وهو كان على الوصفية يجتنب الأسباب الشاغلة. فأحيانا آتي إليكم، وعليكم السلام الله، آتي إليكم والتركيز ليس بالكامل، يعني سهر بالليل ونصب في النهار، فأحيانا يكون التركيز ليس كاملا، فهذه تضبط بهذا الشكل. وأيضا بالنسبة للأحنف، الأحنف بن قيس هو من كبار التابعين، هو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هناك حديث لين، سنده لين، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، ولكن الإسناد لين. لكن هذا الأحنف حقيقة من أجلاء ومن كبار التابعين، هو شيخ الحسن البصري، وقد تتلمذ هو على يد يعني الصحابة الكبار، واستفاد من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي، من كبار الصحابة. والآن مع الأخ الشيخ عبد العزيز، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: الباب الخامس في آداب حامل القرآن، وفيه فصول. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عند الاكتساب شريف النفس مترفعا على الجبابرة والجفاف من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات، لا تكونوا عيالا على الناس. نعم، وضح لكم الطريق. وعمر يوجه هؤلاء القراء، يعني من حملة القرآن الكريم وممن تصدى لإقراء الناس وتوجيه الناس، يعني ارفعوا رؤوسكم، لا نريد الذلة، لا نريد المسكنة، نريد العزة. وفي نفس الوقت وضح الطريق عليكم بالاكتساب حتى لا تذلوا لأحد، لا تمدوا يدكم لأحد، فأن تستقلوا بما كسبتموه من الخير، وأن لا تلجأوا إلى هؤلاء الناس أعطوكم أو منعوكم. يعني عمر يدعو هؤلاء القراء إلى الكرامة وعزة النفس وعدم المذلة لأحد، لأنه أحيانا الإنسان لما يتصدى للوعظ، للإقراء، للتدريس، للتعليم، قد لا يجد الوقت ليصفق في الأسواق، لا يجد الوقت للتجارة، فربما يضعف حاله فيتصدق عليه هذا أو ذاك، وهذا لا يحسن بطالب العلم. طالب العلم عليه أن تكون له، حتى لو كانت له وظيفة، يعني لا يكتفي، عليه أن تكون أن أن أن
يشتغل في التجارة ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير في مجال الكسب من الحلال والإنفاق على العيال من غير أن يستذل لأحد. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه ما معنى يختالون؟ من الزهو والعجب الذي ينتاب بعض طلبة أو بعض الناس من شتى الأصناف. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وتفقدونها في النهار. يعني هذه العبارة الجليلة من هذا الإمام الجليل الصحابي ابن الصحابي الحسن بن علي بن أبي طالب، يعني يقول: قد كان من قبلكم، معنى العبارة قد كان من قبلكم كانوا يرون القرآن رسائل من ربهم فيتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. بالليل يتدبرون هذه الأوامر والتوجيهات، وبالليل وبالنهار يحققونها ويعملون بها ويتحركون بها. في الليل يتأملون ويتدبرون ويقرؤون ويتفحصون، وبالنهار يتحركون ويعملون. عبارة من أجل العبارات الحقيقة، مليئة بالنور، رسائل من ربي. تخيل أنت، يعني تخيل نفسك يعني محب أو عاشق أو خطيب أو كذا، وتأتيك رسالة من خطيبتك مثلا، أو تأتيها رسالة من خطيبها، وتقرأ رسالة مرة ومرة ومرة. يعني أحيانا تأتيك رسالة من الوالدة، من الوالد، من الأستاذ، ربما تقرأها مرتين ثلاثة. فكيف بهذه الرسائل التي أتت من الله عز وجل؟ تحتاج منا إلى تأمل وتدبر. رسائل من ربهم، رسائل مخصوصة لك أيها المسلم، كما كان يقول والد محمد بن إقبال: أقرأت القرآن يا ولدي؟ يقول: نعم، كلما أشرقت الشمس وصلى محمد إقبال الركعتين وانصرف قال له أبوه: أقرأت القرآن؟ وهو يقرأ من بعد الفجر إلى شروق الشمس. نعم يا أبي. يقول: يوم من الأيام سألته: لما تسألني؟ يعني شهر كامل يعيد عليه السؤال: أقرأت القرآن؟ قال: يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، وكأن هذه الرسالة جاءتك أنت وحدك، لأنك ستدخل القبر وحدك وتقابل ربك وحدك وتأخذ صحيفة عملك بما أنتجته وحدك، وستستلمها أيضا بنفسك. فإذا اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل بشكل مقصود. نعم. وعن الفضل بن عيام قال: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. يعني انظر هذه العبارة الجليلة. وعنه أيضا، هذا الفضيل بن عياض له أثر عظيم في الإمام النووي، تأثر به النووي تأثرا بالغا. فضيل بن عياض فضيل في عبارته هذه الجليلة: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل راية الإسلام، يعني لا يؤتى الإسلام من قبلك، تسد الثغور، ترفع ما عظمه الله، تقفض وتذل ما أذله الله عز وجل. أنت قرآن يمشي على الأرض، فلا يؤتى الإسلام من قبلك،
أنت حامل الرايه ما دام تحمل كلام الله عز وجل. ولذلك سالم مولى أبي حذيفة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك، مولى من الموالي سالم مولى أبي حذيفة، لما انشغل النبي عليه الصلاة والسلام عام الوفود بمن جاءوا ليسلموا قال استقرئوا القرآن من أربعة، كان لا يقرئ القرآن سوى النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يقرأ القرآن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه القرآن، فلما انشغل بعام الوفود قال استقرئوا القرآن من أربعة، فكان فيهم سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا في معركة الشهداء، حديقة الشهداء مع مسيلمة الكذاب التي استشهد فيها 700 من الحفاظ الكبار، لما رأى أعداد المشركين الهائلة وكانوا عرب أشداء، ورأى هناك من فر من المعركة، نادى بأصحاب القرآن: يا أصحاب القرآن زينوا القرآن بالفعال، يعني بالمواقف البطولية، زينوا القرآن بالفعال، ولبئس لي أن أحافظ القرآن إن لم أستشهد اليوم في سبيل الله عز وجل. ثم حفر لنفسه حفرة وثبت قدمه فيها، لما رأى فرار الناس ثبت قدمه في هذه الحفرة وظل يقاتل، فقطعت يده اليمين فأخذ السيف بيده الشمال فقطعت يده الشمال، ويحتضن السيف وهو قد بترت يداه، ثم استشهد ودفن في الحفرة التي حفرها لنفسه. هذا سالم مولى أبي حذيفة الذي اختصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الميزة، استقرئ القرآن من أربعة، جعله مع عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، استقرئ القرآن من أربعة، وأبي ابن وأبي نعم الرابع. فضلوا. فصل. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر: إذن نحن نحتاط دائما أيها الشباب من أمرين خطيرين، لا نغالي بالقرآن كما صنعت الخوارج، أن نأتي إلى آيات نزلت في من سجد للأصنام وذبح للأصنام وكفر بلا إله إلا الله وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننزل الآيات التي نزلت في المشركين ننزلها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نغالي في القرآن، وفي نفس الوقت لا نجفي القرآن ونستدبره وننشغل عنه ولا نهتم به، كل هذه الأمور لا تليق بالمسلم. إذن علينا أن نهتم بالقرآن بلا مبالغة. بعض الناس إذا انشغل مثل ما حصل مع القرآنيين يقول لك: يا أخي القرآن القرآن فقط، وهي طائفة دعمها الأوروبيون وشجعوا عليها، أول ما نشأت في الهند طائفة القرآنيين هؤلاء الذين قالوا نرفض السنة بكاملها، لا نريد السنة، نحن يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن كل شيء في الكتاب مسطور محبور، إذن لا حاجة لنا بغير الكتاب، وقد كذبوا على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي مثله معه، أوتي ما يفسر القرآن ويبين القرآن ويوضح القرآن ويعطي المساحات للآيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عدو لهؤلاء الذين غالوا في القرآن الكريم فنسفوا السنة وحاربوا السنة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اقرأ القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. نعم. رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما سمعة ونحوها. لاحظت أحيانا مال وسمعة وأحيانا قدرا، يعني أنا قرأت البقرة لما يحصل معي كذا، أنا قرأت الواقعة لما أصاب بالفقر، أنا قرأت كذا. لا يا أخي لا تتعجل، هناك حكيم مدبر يكتب لك الخير فيما قضى من أقدار سبحانه. وسيكون لنا مجلس يوم الأحد القادم إن شاء الله في الرضا عن الله بقضائه والتسليم لأمره، مجلس في الرضا عن الله بقضائه والتسليم لأمره، كتاب كامل يؤلفه ابن أبي الدنيا في التسليم. لا تتعجل. نعم. أما هؤلاء الذين يتكئون على القرآن وعلى العلم الشرعي ويأكلون بالدين ولا يقدمون للدين، إنما الدين يقدم لهم فقط، أما هم لا يعطون من كرامتهم لدينهم ولا من وقتهم لدينهم ولا من جهدهم لدينهم، إنما يستثمرون الدين لمصالحهم وحاجاتهم. فهؤلاء اشتغلوا ببئس التجارة، التجارة بالدين. هذا الدين يعني جاء إليك لتحتضنه وتنصره وتكرمه وتعتني به وأن تجاهد فيه وله. إذن بعض الناس يتكئون على الدين، ورأينا الصحابة الكرام، من كان آمنا فأزعج في الله، ومن كان مواطنا شريفا في قومه فهجر في الله، ومن كان ثريا فأنفق كل شيء لله. يعني أعرف أحد المحدثين وكان أبوه ثريا فترك له تركة كبيرة من المال فأنفقها على طلب العلم، حتى يروى أنه هد سقف بيته وباع الخشب ليشتري كتبا وكذا ليواصل الرحلات في طلب العلم. هؤلاء الذين أعطوا لهذا العلم ولهذا الدين من دمهم ومالهم ووقتهم وجهدهم ولم يتاجروا ولم يتكسبوا بالإسلام. نعم. وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد منقطع، فإن الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة. يعني هو الإمام النووي ناقد، وفي نفس الوقت يوظف الحديث الضعيف أحيانا في فضائل الأعمال في العفة. هذا يتلو آية ثم يبسط منديله ليتبرع الناس له، يسأل الناس بعدما ألقى الكلمة أو ألقى المحاضرة أو تلا الآية أو علم الناس، يريد أن يتكسب. فيعني استشهد بحديث، وللأمانة بيّن أن هذا الحديث منقطع. ما معنى منقطع؟ هناك عدم اتصال بين فلان وفلان في السند. عندنا المعضل الساقط منه اثنان، المعضل أو يكون الإعضال، يكون السقط على التوالي. أما إذا انقطع الحديث في موضعين لا نسميه معضل، نسميه منقطع في موضعين. وإذا كان القطاع في أوله نسميه معلق، مثل الثريا، مثل هذه المروحة المعلقة، معلق من جهة ومقطوع من جهة أخرى. هذا الحديث المعلق الذي حذف من إسناده، سقط من إسناده رجل أو أكثر. والمرسل هو الذي سقط منه الصحابي، فالتابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها انقطاعات
ولكن لأهمية الصحابي نسميه تسمية خاصة مرسل، لأن الصحابي ساقط فالخطورة كبيرة، ولأن الشيخ المباشر ساقط نعطيه اسم خاص نسميه معلق، لأن الشيخ الأول ساقط الذي هو الجذر الأساس ساقط. فهذه من أنواع، وهناك إرسال خفي، وهناك التدليس من أنواع الانقطاعات الظاهرة والخفية. نعم. وأما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه. نعم، ما دام لم يشترط وجاءته الهدية فلا بأس، هاي من الله عز وجل، لكن يقول لا أعلمك حتى تعطيني كذا وكذا، الاشتراط. نعم. وهو قول الحسن البصري، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة. نعم. وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، واحتج من منع بأحاديث عبادة بن صامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوق بها توقا من نار فاقبلها، من نار فاقبلها. وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين، أحدهما أن في إسناده مقال، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجوز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم. نعم، ولكن نحن لا نشدد، إن وجد من يأخذ الأجرة، إن وجد من يأخذ الأجرة على عمله، لعله مسكين ربط نفسه بهذه الصنعة وليس عنده صنعة غيرها، فكيف يعيش يعني؟ مثل المؤذن، مثل الإمام، مثل الخطيب، مثل الأستاذ الذي تفرغ لأمر ما، فله أن يأخذ الراتب لأنه استحوذت الوظيفة على وقته، فمتى يجد الفرصة للصفق بالأسواق؟ نعم. فصل. ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال ختمة، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وأن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وأن كثيرين في كل 3، وأن بعضهم في كل 2 ليلتين، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات، 4 بالليل و4 بالنهار. فمن الذي كانوا من الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وآخرين. ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عمر رضي الله عنه، قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه. وروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكتاب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات، وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن غازان من عباد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختم أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان 2 ختمات وسيأتي، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى أبو داود بإسناد صحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء،
وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. وأما الذي يختم في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ختمة في كل ليلة في الكعبة. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له من دقيق الفطر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرسل له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة. ما معنى الهدرمة؟ ابن عباس يقول: لأن أقرأ البقرة وآل عمران ورتلوهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرما. والهذرما هي القراءة السريعة بلا فهم، يعني لا يمكنك أن تفهم من كثرة السرعة، لا يوجد فيها تأمل. نعم. وقال: كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم. أعد الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم. إذن هذا يقطع، هذا يقطع أن لا يختم القرآن بأقل من 3 حتى يفهم، لأن الهدف منه بالإضافة إلى العبادة، عبادة التلاوة، الفهم عن الله عز وجل. 3 ساعات؟ نعم. 3 ساعات؟ 3 أيام، في 3 يعني 3 أيام. وما روى، ما ذكر الإمام النووي رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا وعن الأمة، كلام جميل نقله من غيره من أهل العلم، ولكن هناك مبالغة في النقل، لأن القرآن 30 جزء، إذا كل جزء يأخذ نصف ساعة للماهر، الماهر المتفنن الذي يقرأ حدرا لا يطيل المدود ولا كذا، يقرأ حدرا ينهي الجزء بنصف ساعة، إذن يحتاج إلى 15 ساعة. كيف يقرأ بين المغرب والعشاء؟ أي ليل هذا فيه 15 ساعة حتى يقرأ القرآن في ركعة واحدة؟ وذكروا من جملتهم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير قام الليل كله في ليلة في آية واحدة يرددها حتى أصبح، يعني حتى أذن الفجر. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قام الليل كله بهذه الآية يرددها حتى أصبح وهو يبكي، يقرأ ويبكي. يعني يوم القيامة لا يقف المؤمن بجوار المجرم، تميزوا ابعدوا، الزنات مع الزنات، والقتلة مع القتلة، والظلمة مع الظلمة، والراكعون الساجدون المسبحون الصائمون المحبون لله ورسوله في مكان آخر. وامتازوا اليوم، ابعدوا، تميزوا ولا تختلطوا مع الصالحين، وانفجروا غضبا أيضا.
وألما وابكوا دما. قال يوم يعض الظالم على يديه يدخل يده كاملة في فمه وهو لا يشعر من شدة الاضطراب من شدة الألم، لأنه أضاع فرصة عظيمة والآن هو أمام الأهوال التي لا تنقضي بمليارات السنين من العذاب. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. إذن كيف يقرأ القرآن في يوم وليلة أو في بين العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء أو في الليل؟ طيب يعني إذا صلى العشاء بين العشاء وبين الفجر كم ساعة؟ ثم ألا يدخل الحمام؟ ألا يتوضأ؟ ألا يرقد قليلا حتى يصلي الفجر وهو يعني عنده الطاقة؟ ألا ينصرف في النهار إلى العمل مثل الخلفاء عندهم أعمال يقوم بين الناس وكذا كعثمان بن عفان؟ يعني أرجو إذا اشتغلتم مع أهل العلم أن تبعدوا عن المسحات التمجيدية والتعظيمية والتهويلية فيما يقع فيه بعض أهل العلم. حتى نجد هذا في كتب التراجم، لما يترجم لعالم وكأنه ملك يمشي على الأرض. العالم بشر يخطئ ويصيب، يسمو وقد تأتيه بعض الانتكاسات، يصح ويمرض ويعتريه ما يعتري الناس، فلا نبالغ. يعني بعض الناس لما يتكلم عن بعض العلماء يتقصد أن لا يذكر مثالبهم، يترجم ليحيى بن معين ولكن لا يقول أن يحيى بن معين أجاب حينما هدد بالتعذيب، أجاب إلى فتنة خلق القرآن وقال كذا تحت الاضطرار. فلا نريد هذه المبالغات في السرد، نريد الواقعية ونريد التوسط ولا نريد المبالغات. بارك الله فيكم. نعم. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختتم القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. وروى ابن أبي داود عن عمر بن مرة التابعي قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال: من ختم القرآن آية أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسيه، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد مثله. وراى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن من سعد. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم قبل الركوع. قال ابن أبي داود: وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي. طبعا دائما يروي عن ابن أبي داود، كما قلت لكم عنده كتاب اسمه المصاحف، ابن أبي داود ابن صاحب السنن، نعم عنده كتاب اسمه المصاحف من الكتب الجليلة. يعني فيما ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول: لي في كل أسبوع ختمة، ولي في كل شهر ختمة، ولي في كل سنة ختمة، ولي 40 سنة في ختمة واحدة لم أتمها بعد. ختمة العلماء هذه
الوقوف مع الأحكام، الوقوف مع اللغة وأبعاد اللغة، الوقوف مع الإعجاز البياني، الوقوف مع اللفتات الربانية والروحية وكذا. إذن يعني هذه 40 سنة وما أتم الختمة. عبد الله ابن مسعود ابن عباس، فهناك ختمات ممكن تأتي، ختمات ممكن تأتي يعني فيها بركة التلاوة مع التخفيف، مع التخفيف. وأفضل الختمات ما كانت في حلقات التعليم، أن أختم ومعي من يسمع ويستفد مني ويتطور بي، يتعلم بي. وأعرف أناسا لهم 10 سنين في كل ليلة يختمون القرآن الكريم، في كل ليلة يختمون القرآن الكريم قراءة، يختمونه كاملا، ولكن كيف؟ بقراءة سورة الإخلاص 3، لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فإذا أنت قرأت سورة الإخلاص 3 مرات قبل نومك كأنما قرأت القرآن كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيتين من خواتيم البقرة: آمن الرسول، إلى آخر الآيات الآيتين، من قرأهما في ليلة كفتاه. يعني منهم من قال كفتاه عن تلاوة القرآن الكريم، لكن هي مطلقة في كل كفاية من خير الدنيا والآخرة. من قرأهما في ليلة كفتاه، هاتان الآيتان من خواتيم البقرة. نعم. أين؟ نعم. بالنسبة للإمام ابن أبي داود، هل يصح أن أباه أن أبو داود يجره ويكذب ابنه؟ ربما نعم، ربما زيادة في التشدد، قد يقص الأب على ابن على ابنه، يريده أن يكون أكثر يعني حيطة وحذرا ودقة وورعا، فقد يحصل مثل هذا. يعني بعض الآباء ينتقد ابنه هذا الانتقاد، كما رأينا من وكيع ما حصل مع ابنه حينما كتب إلى مؤدبه وأوصى المؤدب أن يضربه، وقال له في النهاية: واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. يعني هو عزيز علي كابني، ولكن في نفس الوقت أريد أن يتأدب وأريد أن ومعا يعني حصلت له حادثة مع أبيه يزيد. يزيد أراد أن يتصدق، فأتى بصرة من الدراهم فوضعها عند أحد في المسجد، قال: إن جاءك فقير فأعطيه إياه. فمر معا ووجد الصرة معروضة للصدقة، قال: والله أنا محتاج. فأعطاها له هذا الموكل من قبل والدي معا. فلما رجع معا إلى البيت يحمل الصرة، رآها الوالد فعرفها، قال: من أين لك هذه؟ قال: عرضت، كانت صدقة من محسن فأخذتها. قال: والله ما إياك أردت، يعني أنا ما قصد أن تأخذ أنت هذه الصدقة، إنما أردت يعني أن تعطى لأفقر منك. فاحتج عند النبي عليه الصلاة والسلام معا ماسك بالصرة، ويزيد يريد أن يأخذها منه أبوه. فاحتج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: لك ما أخذت يا معا، لك ما نويت يا يزيد الوالد، ولك ما أخذت يا معا. يعني أقر النبي عليه الصلاة. بعض الآباء لا ينظر إلى حاجة أولاده فيتصدق على هذا وذاك من الخارج، وينسى أولاده الذين هم أحوج ما يكونوا ربما إلى الصدقة. اضطر ولده أن يأخذ بالواسطة بسند نازل،
يعني كان ممكن أن يأخذها بسند عالي من الوالد مباشرة، أخذها بطريقة نازلة ممن أوكله الوالد في أن يوصل الصدقة إلى مستحقيها. فأحيانا يغفل الوالد عن يعني يقسو على أولاده، يحن على طلابه وأحبابه ويقسو على أولاده ويقسو على زوجته ويقسو على بيته. يحصل مثل هذا عند بعض المربين يعني أخذا ببعض القواعد، وهذا من الحقيقة من الخطأ والأذى الذي يترتب من هذا المربي إلى من حوله، يعني القريب منه بعيد والبعيد عنه قريب. يحصل مثل هذا، مثل هذه العبارة التي تقال، يعني يرى مصائب الناس ولا يرى مصائب أهله وحاجات أهله. والمصريون لهم كلام جميل، يقول لك الصدقة التي يحتاجها البيت تحرم على المسجد، يعني إذا كان البيت بحاجة إليها لا يصح أن تتصدق بها على فلان أو فلان. فالتوجيه الرباني: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن هذه قاعدة: قوا أنفسكم وأهليكم في كل مجال من المجالات. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة يعني تعتق رقبة، ودينار ودينار، ثم قال: ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أعظم من الإنفاق في سبيل الله، أعظم من الإنفاق في اعتق رقبة، أعظم من الإنفاق على الفقراء، أعظمها أجرا. وقال لسعد بن أبي وقاص لما قال: يا رسول الله أتصدق بكل مالي؟ لما بلغ الموت، مرض الموت، قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ الشطر يعني النصف. قال: لا. قال: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، يعني الثلث والثلث زيادة. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء. فالبعض يريد يتصدق بكل ماله ويتركها الأولاد، يعني لو ترك المال للأولاد وكان الأولاد أهل صلاح وخير، فهو بكل لقمة يأكلونها له صدقة، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يغفل عنها أهل الصلاح أحيانا هذه القاعدة، سواء في الدعوة. عندك كلمة يا أخي قلها لأهلك أولا قبل أن تدعو إلى الله في الشرق والغرب، قلها لأمك هي أولى بالبر، قلها لأخيك، قلها لابنك، فما أحسن ما يأتي العالم بالقرآن وبكتاب الحديث ويجمع الأسرة ويقرأ عليهم، يثقف الناس وأسرته جاهلة مثلا، هذا ميزان معكوس. أعظمها أجرا في الدعوة، في كل شيء. تأخذ هذه القاعدة وتنزلها وتسقطها على كل مفردات الحياة، دائما أعظمها أجرا وفضلا ومنزلة الإنفاق على الأسرة. قوا أنفسكم أولا، قوا أنفسكم وأهليكم قبل أن تلتفت إلى الآخرين. نعم. فصل في المحافظة على القراءة بالليل. ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وثبت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي الحديث الآخر من الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيام الليل. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. وقد جاء عن أبي الأحوص الحبشي قال:
إن كان الرجل لا يترك الفسطاط طرقا أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل. قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. نعم. وعن إبراهيم النخعي كان يقول اقرأوا من الليل ولو حلب الشهر. وعن إبراهيم النخعي نعم. كان يقول اقرأوا من الليل ولو حلب الشهر. نعم. وعن يزيد الرقاشي قال إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. نعم. قلت وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجار الخيرات في الليل. فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له الحديث. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كل ليلة. وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سليمان الأنماطي قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول لولا الذين لهم برد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدككت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. وأعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير وكلما كثر كان أفضل إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه. ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقسطين. رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. نعم. وفي رواية من المقنطرين يعني الذي يقرأ عشر آيات تجاوز الغفلة. عشر آيات يعني يمكن يقرأ بسورة قصيرة من جزء عمّة. حياك الله دكتور سيد. ومن قرأ هذه عشرة آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. أما الذي يقرأ ألف آية فهذا من المقنطرين. ألف آية يعني لو جمع جزء عمة إلى جزء تبارك إلى شيء من قد سمع يجيب ألف آية. يعني ممكن بحسبة رياضية جميلة لبعض المجتهدين. نعم. جزء عمة وتبارك جزى الله الآباء والأجداد خيرا كانوا يعتنون بهذه الأجزاء ويحفظوها لطلبة العلم في صغرهم. هذه الآيات تربى عليها الصحابة في مكة من أوائل ما نزل. تغرس الإيمان في القلب غرسا إذا زلزلت الأرض زلزالها القارعة ما القارعة إذا الشمس كورت إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت تربطك بالآخرة تربطك بيوم القيامة. بهذا الحدث العظيم أعظم حد ثقل في السماوات والأرض ثقلت هذه الساعة وقيام الساعة من أعظم الأمور ثم أطول يوم في التاريخ يقف الناس 50,000 سنة للحساب لا يوجد فيه لحظة نوم واحدة
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، سهر لا يوجد نوم. 50,000 سنة والناس في غاية الانشداد. وفي المنتصف وجيء يومئذ بجهنم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام. جهنم لها 70,000 مقود خارجي، التحكم بجهنم من الخارج أكبر من سدوم الذي يحوي ملايين الكواكب. وكل زمام يسحبه 70,000 ملك، 70,000 في 70,000 كم؟ 4,900,000,000، 5 مليار إلا 100. 70,000 في 70,000، 5 مليار ملك مسؤولين عن جهنم من الخارج. 5 مليار ملك. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني لا يعرفون الرحمة، مبرمجين للعذاب. لذتهم وراحتهم برؤية الألم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن أنبياؤهم حدثوهم عن هذه النقطة فهم يعرفون علم اليقين أن هذه النقطة حق، وقد تحدث بها موسى وعيسى من قبل. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يوم مرعب. أنت لما تشتغل بجزء عما وجزء تبارك سيعظم إيمانك. الآيات المدنية آيات دولة، آيات استقرار، آيات تشريع وأحكام. الآيات المكية تتوالى تضرب على القلب ضربة بعد ضربة هكذا تباعا، تهز القلب هزا. أنصح بالقيام بالليل بآيات جزء عما وتبارك، وفر في الآيات، حشد في التأثير، حشد هائل في التأثير والعبرة. نعم. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحويل من تعريضه للنسيان. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم. العقال يعني الرابط الذي يربطون به الإبل. الإبل يعني الكمل، الجمل، البعير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم والبخاري. راجعوا هذا الحديث فلعلها المعقلة وليس المعلقة. راجعوا للنص فلعلها المعقلة وليست المعلقة. طبعا عندنا نص مكتوب لابد من التحري قبل أن نخطئ، لكن راجعوه لي. أراه المعقلة، نعم، يعني المربوطة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُلغت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد، وأُلغت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. يعني هنا النسيان بمعنى الاستهتار واللا مبالاة،
استهتار ولا مبالاة، واضطراب الأولويات، اضطراب الأوليات. من هو الذي يقدم؟ من هو الأولى؟ من هو الأول؟ بعض الناس ربما مشكلته ما عنده تنظيم للأولويات، فيركز على الصغائر ويضيع الكبائر، كبائر الأمور، كبائر القضايا، وينشغل بالصغائر. نسأل الله العفو والعافية، لأنه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة السنة، مراقبة النبي عليه الصلاة والسلام من كتب السيرة. فإذا راقبت النبي صلى الله عليه وسلم وتقمصت شخصيته، أولا عرفته معرفة جيدة بقراءة 4-5-6 كتب في السيرة النبوية، فبعد أن تتشبع بهذه السيرة تبدأ تتقمص وتقتدي. فإذا كنت كذلك فأنت قريب من الحكمة، أنت الحكيم، لأنك اقتديت بمعلم من أعظم معلم نصبه الله عز وجل للبشرية، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم نقرأ 5-16 كتب في السيرة النبوية؟ هذا تقصير جيل اليوم في كتب السيرة. كنت أتذكر نفسي في الإعدادية وأنا صغير، في الإعدادية أنهيت المطبوعات في السيرة النبوية ما وصلني، وأذهب إلى المكتبات الخطية وأقرأ كتب السيرة المخطوطة. هداية من الله، أحببت شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، تعلقت صغيرا بصحيح البخاري وبالحديث النبوي وبشخصية النبي عليه الصلاة والسلام. ما أجملها، ما أروعها، ما أعظمها، ما أزكاها، ما أبركها. فأن تكون كذلك أنت تقترب من الحكمة. الشافعي يقول رضي الله عنه، محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب، يقول إذا لم تكن الحكمة هي السنة فما أدري ما هي، ما أدري ما هي. الله تعالى أعطانا الكتاب والحكمة، فالكتاب معروف والحكمة هي حركة النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، اللي هي تجمع على شكل سيرة من الأقوال والأفعال. نعم. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أذم. رواه أبو داود والترمذي. فصل في من نام عن ورده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر، ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنه قرأه من الليل. يعني عن حزبه، يعني كل مسلم لابد أن يكون له حزب، ليس حزب سياسي، وظيفة. الوظيفة يعني ورد، ورد، يعني كل مسلم لابد أن يكون له حزب. إن شاء الله قراءة سورة الملك قبل أن ينام، لا تكون هكذا بلا خطم ولا أزمة، ليس عندك من الوظائف والتراتيب مع الله سبحانه وتعالى والتعامل، لا تكن مثل هؤلاء الغافلين الذين ليس لهم وظائف في الليل. اجعل لنفسك وظيفة ونميها مع السير، كلما علت همتك ارفع، فالحياة قصيرة، فالحياة قصيرة، والجنة في الآخرة درجات، ما بين الدرجة والأخرى كما ترون الكوكب الدري في السماء، هناك بيت فلان. لأنني جلست في الدنيا ألهو وألعب، وجلس هو خاشعا باكيا ذاكرا حافظا معلما هاديا مرشدا، فضيعت وحفظ،
ونمت وعمل، فكيف يكون منزلي بجواره؟ درجات. ليست القضية فقط دخول الجنة، إنما نسأل الفردوس الأعلى، نسأل المراتب. اليوم الناس مصابين بخسة الهمة، خسة الهمة، الغيرة فقط في ترى سيارة فلان، ترى موتوبايك فلان، ترى أمور الدنيا، الغيرة في الدنيا فقط. أما الغيرة في الآخرة فعندنا عجز، عندنا شلل في الغيرة في الصالحات. نعم. وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن ودني حتى أصبح، فلما أصبحت استرجعت وكان ودني سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه تنطحني يعني تضربني برأسها، لأن الله يريده. بعض الناس الله يحبهم يجيب لهم خبطات، اصحى أنت غير هؤلاء، اصحى. فتخيل وردة يقرأ البقرة بكاملها في الليل. نعم. رواه ابن أبي داود. وروى ابن بالدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فأري في مأنامه كأن قائلا يقول له: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا يؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. نعم، في ظلم الليل إذا يسري. ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه المنامات، فهذا من جملة كتاب المنامات. نعم. أنا أعتقد المغرب اقترب الآن، نتوقف إن شاء الله إلى هنا، يعني نقف إن شاء الله إلى هنا. بارك الله فيكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.